أحلام الليل. أكثر حاجة صعيبة تنجم تصير للإنسان فينا أنه لما يعمل الخير يرجع له شر. كل واحد فينا يحلم أنه يقول لك نلقى إنسان نعاونه، وعلاش لا يا خويا، باهي نربح أجر عند ربي ونلقى إنسان غدوة مش حتى يعترف بالجميل، أما إنسان كي نقعد نحط راسي على المخدة نقول والله عاونت فلان، أحلى شعور باهي وشعور ممتاز برشا أنك تعاون الناس. ولكن حاجة صعيبة لما الخير اللي تعمله يرجع لك شر، هذا اللي عاشه سي كمال. سي كمال موجود معنا في المباشر، مرحبا بك، شنو أحوالك؟ موجود، مرحبا بكم والسلام عليكم. تحية للمقدم ومعد البرنامج، تحية والأخوات والسادة والسيدات المستمعين، ومرحبا بكم من الناس كلها. هاك تبارك الله عليك، ملسن يا سي كمال. تاخو بلاستي في البرنامج. ممكن الحاجه اللي ضرتني، لا سامحني، حاجه تضر، حاجه بالحق تكسب بها الناس، والله حاجه ماهيش باهيه راهي هذه. وتتسبب في مشاكل الانسان كي تحكي معاه هكا بلغه محترمه وبادب، يشوفوا خوف، يشوفوا انك خاف منه ولا من مش ديما راه. بينما كي تعرف انسان حاشاك قبيح، الناس الكل كي تخاف منه وتصدقه. في مجتمعنا حاليا كيف تحكي صدق تقول لي انت تكذب، واللي يكذب واللي هو صادق. هذا الموضوع، هذا اللي موجود. وجهه نظر نحترمها، اما تو نفهم حكيتك، تو نعرف علاش قلت الحديث هذا. ما بين قوسين، راهو ثم الباهي والخايب، والخايب موجود والباهي موجود زاد. موجود بكثره زاد. خلينا نتعرفوا عليك يا سي كمال، اش تعمل في الدنيا؟ تخدم؟ شو تعمل في الدنيا قبل؟ خلينا نتعرف عليك. انا عمري 52 سنه. بارك الله ما شاء الله. في قطاع النفط، كنت نخدم في شركات المقدمه كليا، شيف داتيلي. هاي. وبعدين شيف دكاليتي. وكان عندي طموح اني نعمل مشروع خاص وحدي. دخلت بحكم الخبره وبحكم خدمتي، دخلت اكسيونير في شركه، كونت منها روحي شويه، وبعدين خرجت. وبعد عودت رجعت القطاع بمشروع خاص، معناها خذيت تمويل من البنك التونسي للتضامن وبعت مشروع خالف ولا مغاير للي كنت نخدم فيه قبل. احنا قبل كنا شركات نخدموا سوتريتونس وتحت شركات اخرى. انا حبيت نخدم برودوي فيني ننتج للسوق المحليه وبعدين نولي نصدر البرودوي نتاعي. يعني يا سي كمال، انت انسان كنت تخدم تاميخ وشهريه، قلت يا خويا خلينا نخرج من الشهريه هذيا نمشي نعمل مشروع. كان برنامج اللي نخدم في الشركات وبعدين نعمل مشروع وحدي. سافا، مشيت الامور كي حليت مشروع، حليت وحدك؟ والله مشيت بحكم الخبره تمشي بسيفنا عليها، عندي خبره باهيه. والتوفيق من عند ربي زاد. ونعم بالله. والله ساعات كي يبدا ربي مش رايد، مش لو كان تبدا عندك الخبره، لو كان تبدا انت زعيم زيد، مش ربي حابب مش حابب. حاجه اخرى، لا ذاك يلزم الواحد يلزمه يقبل بقضاء الله. اكيد لقيت روحك يا خويا امورك مريكله، ماديا لاباس، منفنف، كنت تاخذ في الشهريه. مش منفنف، منفنف مستور، اربع صغار زوليك. هما كبار، ربي ان شاء الله يهنيهم. عندي بنات معرسين، عندي خمسه احفاد. بارك الله. وعندي زوج اولاد، الطفل الكبير بعد البنات موظف، والطفل الصغير ان شاء الله اسمه بكالوريا ان شاء الله. ربي يعيشهم لك وربي يحفظهم لك الكل. باهي، شنو هو المشكل اذا كان انسان مشيت معاه الدنيا ولاباس ومستوره؟ وين لقيت مشكل سي كمال؟ كيفاش؟ وين لقيت المشكل اذا كان حليت شركه ومشيت امورك لاباس والحمد لله؟ المشكل وين في هذا الكل؟ المشكل صار هو سببها انسانه امراه طلبت مني مذهب ديال المساعده. كيفاش يا سي كمال باش تعاونها؟ مشروع هذا في داري، وعملت احباب ومعارف وكليونات، وبعد خرجت للنور، معناها خرجت المنطقه الصناعيه وبديت نخدم وننتج للسوق المحليه. وخدمت الحمد لله، وبرنامجي اني نكبر المشروع. وافقتني في فتره نتاع اواخر الشتاء تقريبا في شهر مارس، عامل موديلات وخرجت، عملت لهم بي دي سي تي وفيهم رقم تليفوني، وموديلات حلوين برشا، شافوهم برشا من الناس، طلبوا مني سلعه. الطلبات كانت اكبر من طاقتي، اعتذرت لبرشا برشا كليونات، اعتذرت لهم. ثم انسان اخذت رقم التليفون من الباج وكلمتني. كلمتني، عسلامة يسلمك، بلي راني نحب نتعرف عليكم، وشفت عندكم موديلات سماح ونحب نتعامل معاكم. حكيت معها شويه، قلت لها مش فاضي تو نرجع لك، معناها حكيت معها شويه قلت لها تو اول ما نتفاضى نعاود نرجع لك.
نسيتها، عاودت كما غضت هي كلمتني، اعتذرت اني انا ما لبيتلهاش ما وفيتش بوعدي. ونهارتها خذيتها على محمل الجد، حكيت معها قلت لها الله يبارك شنو حاجتك، حكيت لي واضحه، قالت لي راه انا وحيده اهلي وعندي طفل وبابا اكسيدونتي ونصرف عليه في مئات الالاف نتاع الدواء، وامي مرا كبيره واخواتي ما همش باهيين مع العائله، وانا لاهي نصرف على خويا وعلى ولدي وعلى بابا وعلى مع الناس الكل. كي طفله زواليه نقولوا احنا محتاجه تخدم زواليه، حسيت هكا الانسان المجاهد تحب تخدم بشرف وبعفه. قلت لها واعد شرف نحاول نعاونك اقصى ما يمكن، واش تحب انت بالضبط؟ قالت لي عندك جبيبه هذوما باهيين تبعث لي احنا ننتجوا جبه وجه البيت. قلت لها الله يبارك نفهم كيفاش، وقالت لي انا ما نعرفش، انا نحب ناخذ منك سلعه ونبيع وندبر راسي. قلت لها الله يبارك، انا الحرفه نتاعي نعطي فيهم في 2500 مكسب، انت نعطيك 5000 حتى على حسابي ما يقلقش، ما تمشيش براس مالها ما يقلقنيش، اجر كثير منهم. وقد صار جربتها لاول مره في حاجات بسيطه، انا بعثت لها كونتيتي صغيره نتاع 20 10 كانت في مستوى توصلها سلعتها تبيع وتخلص، خلص امورك من رجلي وتخلص. اي بديت تكبر هي المره الاولى 10 بعد 20 25 واحنا ماشيين. جات نهار طلبت مني قالت لي تنجمش تعاوني اكثر، معناها نحب نكبر انا تعلمني التجاره. ايه خليني نقفوا هوني سي كمال، خليني نقفوا هوني تفضل باش نتفاعل معاك شويه. انت هوني علاقتك بها علاقه تاع خدمه، حريف تاع خدمه علاقه تاع حريف، ولكن ثم جانب انساني يعني ميزتها على الناس الاخرين اني نفيدها اني نفهمها اني نوريها، لانه ثم ثم اجر راغب فيه لا اكثر ولا اقل. متفقين في هذا. تخلص فيك المراه هذه، خلصتك امورك امريكا؟ لا تخلص فيا في وقت وامورها. توت المراه هذه تحب تحل جوانحها وتحب تكبر، طلبت مني مساعده اني نفهمها كيفاش تتوسع. قلت لها انا عامل ماركتينغ نحاول كيفاش نفهمك، ولكن يلزمك تكون عباره على روبو عندي. معناها يلزمني نقريك درسك تطبق الحاجات اللي نقول لك عليهم، واذا كان صار اي خلل انا نتحمل مسؤوليه، اما اذا كان ما طبقتش اللي قلت لك عليه حتى في اسلوب الكلام. انا كي نقول لك قول للحريف كذا وكذا قول له الكلمات اللي قلتهم لك راك تكسبه، واهم نقطه انك تكون واضحه مع الحرفه نتاعك وبكل ثقه كل شيء على الطاوله. تمت العمليه. اول فكره جبتها لها قلت لها احنا طوي كي لو مره جيتها بالمعمل، قلت لها انت فاش تخدم الساعه؟ قالت لي انا نخدم في معمل نتاع خياطه ماجازيني والمعمل نتاعنا فيه حريف. قلت لها انا كان تسمع كلامي في 300 عامله، قلت لها كان تسمع كلامي 300 عامله هذوما نرجعهم لك 300 حريف. ابعث لي لي تايم نتاعك، معناها امشي للشافه نتاعك ولا شكون غاديك ياخذ لك القياسات نتاع البدن نتاعك وابعثهم انا تنصرف. وقد صار بعثت لي في ظرف وجيز، معناها في اقل من نهار جاتني لي زومير كل كي خدمت لها قطعه نتاع البش. قلت لها مش نبعثها لك مع اللواج، خذها البسها في المعمل واعمل بيها دوره، خلي اصحابك يشوفوك والسلام عليكم سي كانت تجي فيك مهفن انت يا سي كمال. هذيك هي خدمه بالعكس مهفل باهي راه مش الخايب. صارت العمليه وطلبوها برشا، طلبوها برشا من زميلات وطلبوها في السلعه، طلعت لها ساعتها المكسب نتاعها للقطعه ولات تربح في 10000 في القطعه. وفي نفس الوقت انا زاد ولت عندي خدمه باهيه معها، معناها ولت تطلب كميات محترمه. سياسه تفيد واستفيد، انت ربح وهي رابحه، الى حد الان ما فما حتى شيء عيب، ما احلاكم الزوز. ما فما حتى شيء، ما فما حتى شيء، اي وكانت في المستوى راهي تخلص للامانه، تخلص في على دير مليون. وين المشكل تو خلف؟ هاو مشكل، ثم تخطيط طلع. والموضوع مش الداخل بعدين بعضه، وحاول كيفاش تركز معايا باش تفهموه. انا معاك. وانا نتمنى انه المستمعين واي واحد يسمع الموضوع هذا يكسب درس منه، يحفظ حاجه، رد بالك كي تتعامل تعامل بحذر، الله غالب، هذا هو مجتمعنا. المهم بعدين في مارس ثم زادت قالت لي فماش حاجه اخرى، ثم خلقت لها فكره اللي هي احنا رانا على ابواب عيد الام، تحكي مع زميلاتك وتختار نوع معين اللي تحدثوا برشا واللي يعملوا بيبليسيتي للحاجه. بدل نقول لهم احنا تو في عيد الام، مش قولكم كون كل وحده تهدي جبه لامها؟ معقول؟ مشيت سيبت الفكره غاديك كما قلت لها، خطفت 1000% اللي كانت مش تاخذ في جبه ولا تاخذ في جوز، هي طلبتني فرض ضربه في 600 جبه. 600 هذا كان يقولوا احنا في 15 دينار بس مبلغ. باهي انت زاد ربح، باهي معقول. ما ننكرش هذا، لا ما ننكرش، انا رابح وهي رابح. لا هي السياسه هذه محلاها راهو انك تفيد واستفيد، معناتها من اعز ما فما بزنس. عندك نوايا خبيثه. اي بي تو بي هذاك هو. عندك نوايا طيبه. بزنس تو بزنس. عندك نوايا طيبه، ماكش تخطط الحاجه. ثم نهار كلمتني في الليل،
كلمتني تقريبا التسعة نتاع الليل ما بين قوسين، ثم نقطة احنا فطناها باش تكون هي تقريبا نقطة رئيسية. انا متزوج من امرأة بنت عائلة بنت فاميليا، انسانة محترمة، انسانة محافظة، ربت صغاري بالبيبي، حافظت عليا، حافظت على داري، ما نشكر ما ننكرش افضالها الكليكة، ولكن ثم وباهية مع دارنا بشكل ما تتصورش، في العقل احسن مني، هي تصرفاتها مع اهلي احسن مني انا، رضا والديا بسببها بسببها هي، ولكن ثم مشكل أزلي ما بيني وما بين هي، باهية مع الناس الكل الا معايا انا في لحظات معينة. ديما خلافات تصير ما بيناتنا، وصلت حتى للحاكم، ولكن الطلاق ما وصلنالوش، ما وصلناش نهار من النهارات باش ناخذوا ديسيزيون في الطلاق، هي شادة فيا انا شاد فيا، لكن نتعاركوا. مشكلة زوجية هي اللي قاعدة تتسبب في الشيء هذا، ثم فارق السن ما بيناتنا، مرتي يعني تفوتني بثمانية سنين، ولكن فارق السن ما كانش مقتنع به، انت فارق السن ولا؟ لا مقتنع به، مقتنع به عادي جدا عادي. هي حساسة شوية، مرات تقول بأمها الله يسامحها تقولها رجلك صغير وطو ياخذ عليك وحاجة من نوع هذا ولكن المشاكل كبرت على الاخر، ديما متعاركين. ثم مرة انا هزتها قلت لها شوف النهار اللي نعرف لبناتي راني نطلقك، هذه بقات نقطة سوداء في راسها ولا في قلبها. المشاكل ديما موجودة. في الفترة اللي التاجرة هذه ولا السيدة اللي كنت نبيعها في السلعة موجودة في علاقة معايا بالتليفون متاع خدمة، بعلاقتي معها علاقة متاع خدمة، أنا هاي كيفاش مش تبدل، صار خلاف ما بيني ما بين زوجتي، روحت لدارها لها، ساعتها هي مهددة، قلت لها إذا كان المرة هذه مش تغضب وتعمل كذا وكذا، ساعتها بناتي معرفين الزوج يعني، وجد غصب عندي زوج عندي حفيد ساعتها قلت لها إذا المرة هذه غضبت في دار بكرة نمشي نطلقك. للأسف ما سمعتش كلامي ومرقت فيها ومشيت شدت ضربها، بقينا جي شهرين ولا ثلاثة هكاك، وبعد مشيت لها مرتين نكلمها لقيتها مازالت على أعصابها ومتغششة وشادة البنت، هيا في تظاهر تروح مع البليش. هاو في نهار في ليلة كلمتني الحريفة نتاعي، كلمتني تقريبا 9 على 10 نتاع الليل، أنا في الدار رحت كلمتني قالت لي يا مسيو راني حاجتي بسلعة كال إي كال إي كال. بعد ما كمل مش تكمل في المكالمة باش تختم الأقوال نتاعها، وهذه هي اللي كانت كارثة، قالت لي سامحني وبالله قول المدام سامحني ربما قلقتك في الليل وطلبت، قلت لها لا مدام ما حد شيء راني تقريبا على باب طليق. تمي كيف ضربت لصق طلعت فيها انا والله مع البالي اللي هي مطلقه، طلعت هي مطلقه قالت لي حتى انا مطلقه. كنا نحكيه في الخدمه دخلنا في حبك دربان، بدينا نحكيه في مواضيع اخرى، وليت اي سيدي نهيتها قسما بالله للذين، وهي شادة التليفون ما عرفش حتى اش عندها سولد ولا كيفاش عامله للذين نتاع الفجرية. قلت له نسالك سؤال جاوبني بصراحه، نسالك سؤال جاوبني، انا مش نكون صريح وصادق لاقصى حد، خليك صريح 100%. هل فما نسبه نوعا ما نسبه انك خلي طلقت مرتك كانت سببها المراه هذيه من الاول؟ مساهمة فيه بشكل كبير، مرتي ما نجمش نستغنى عليها الى يوم يعني. انت به نوعا ما يا سي كمال، انت نوعا ما قعدت على علاقه مع المراه هذه، تكلمك بالتليفون الله يبارك، خدمه خدمه خدمه، لكن في نفس الوقت حسيت انها امراه نجم تقرب لها اكثر. لا 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 ما كانش هذا فرد المر، ما كانش هذا فرد المر، وهني نقول ناكد لك حاجه، مرتي حتى دخلنا في مشاكل وصلنا للمحاكم، وصلت مره سببت لي اني توقفت، ورغم من هذا له في صالحي له في صلاحها له في صلاحة العائلة، يعني معروف وسمعتنا طيبة، وهذا حاجة نراها حاجة كبيرة برشا، رغم ذلك ما قطعتش علاقتي بها، ونحبها ونحترمها ونقدرها ونقدر التضحية اللي ضحاتها معايا. كبشت فيك المرأة هذه كي سمعت بك على بوابة الطلاق، قالت لك دخلتني عملت لي بالحق، معناها انا في العمر هذا وتجي وحدة ما نعرفش توصل لي مخي بصدق، انا مانيش مصدق ما صدقتهاش الحكاية، مش حتى توا مرات نبكي بالدم على الغلطة اللي غلطتها. المهم لذا تبدل الموضوع، وليت عصبيه مساجيه تصبح النور تصبح الفل وترى شنو، وشفترت بصراحه عشت عندي عجبتك الحكايه، ثم مايل معناها هي دخلت قيت روحك نوعا ما الفراغ اللي كنت تعيش فيه، قيت المراه هذه عبيت جات صدفه دخلت للعاطفه، وهكي هي نقطه ما نعرفش نقطه ضعف نقطه حساسه سميها باللي تسمي، ولينا نحكي ثم اعجاب صار، بعد بدات الحكايه مش تتحول للحب،
ثم مرة أنا عندي سلعة جايتني من الجزائر لازم نهبط لها لتونس، هي في تونس، ونجم نسمي حتى المناطق اللي فيها ونتحدى حتى بالأسامي، أنا نقولها لك ونتحمل مسؤولية، مستعد باش نسمي أسماء. لا ما تسميوليش حتى اسم في البرنامج هذا يا سي كمال، ما نسميوش. هذا باش نبين لكم، باش نبين لكم كيفاش نقول لك، لحظة بركة، غنفسر لك حاجة في البرنامج، احنا نحكي ونحبوا، أما أسامي ما نسميوش، باش ما يقعدش بعد غدوة حق الرد، يجيني شكون يقول لي عندي حق رد. فهمتني سي كمال؟ أنا حبيت فهمتك واضح ونعرف القانون ونعرف الأمور هذه كلها. يعطيك الصحة، لك حرية القول، العهدة على الراوي. باش نبين لكم صدق الموضوع، لا أكثر ولا أقل، معناها صدق، معناها كل حاجة مش تخرج راهي صحيحة. شنو اللي صار خلينا نفهمي؟ عندي سلعة جايتني من الجزائر هبطت لها لتونس وصار موعد ما بيني وما بينها مش نتقابلوا، هذيك أول مرة مش نقابلها. تقابلنا. وعرضت علي نمشي لدارهم. نهارتها ما مشيتش. تقابلنا احنا وياها من قهوه حكينا بون انسانه متوسطه في الجمال في الطايف في كذا انسانه متوسطه ولكن مقبوله اون جينيرال مقبوله اما مقبوله متوسطه في الجمال اما عندها لسان باش كسبتك غادي من لسان غادي من لسان معناها انا ناكد لك وبكل تواضع عندي في مخي ما نقول وعندي في نظرتي ما نقول ولكن قدامها هي طلعت زيرو ما نعرف شيء ما نفهم شيء بالحق ما نفهم شيء المهم صارت مقابلة بعدين روحت ولا الاتصال كاد يكون مستمر بشكل فادح نستغرب حتى كيفاش تخدم معناها ما عندهاش وقت تخدم إلا هي بيا خذيت لي عقلي خذيت لي قلبي خذيت كل شيء في حياتي سلمت منافنا في سي كمال أنت وقتها عندك الفلوس لباس بالباهي والله لا شوف هي الفلوس ديما تدور ما عنديش فلوس فلوس ما عنديش فلوس فلوس قاعدة تدور معناها نعطيها لك أنت نهزها من هيك تعمل في دورها واضح فلوس نتاع تعمل في موفمون في وسط الخدمة ما نتحكمش فيها برشا برشا ناخذ في جرنية ناخذ في أتعادي ناكل نشرب نلبس ولكن مش اللي فلوس فاضلة في البنك لا فلوس تدخل فلوس تخرج هذيك هي عادي برشا فلوس خدمة يعني تدخل تجيب سلعة تتصنع تخرج تتباع تعاود تجيب سلعة وانت تمشي هكا أنا ناخذ ونخلص بناتي اللي يخدموا معايا نخلص كراي نخلص مصاريفي نخلص القرض نتاعي ونصرف معاها جملة من يصرف اتقابلنا وبعدين بعد مقابله الموضوع تطور ولات موضوع نتاع ماخذه قلت لها راني على باب الطلاق ومشيت انا قدمت قضيه في الطلاق. لا اله الا الله محمد رسول الله. جات القضيه في الطلاق حضرت تقريبا جلسه وتقابلت انا والسيده هذه في المستير بالضبط قابلنا وقعدنا وقيت مع بعضنا قلت لها بون احنا توكي بريسك موافقين على بعضنا لذا قول لداركم وكان هذا خلينا نعمل حاجه شبه مش رسميه مش شبه الرسميه. ايه وكنت صار حكيت لدارهم وتحدد موعد جيت غادي كذا. قداش عمرها سي كمال البنيه هذيا المراه هذي قداش عمرها؟ 43 43 ديجا مطلقه امراه ماهيش بنيه هي مطلقه وعندها ولد. مشيت غاديك لدارهم واستقبلوني وفرحوا بيا وحكينا في برشا مواضيع وتجبد موضوع انك تحاول تخدم لهنا. قلت لهم تو نفكر في الموضوع ونحكيه. روحت بدت انا غاديك في دارهم مع اخوها والكم غدوه روحت الساقس. ولينا نحكيه في مشروع نتاع زواج. لو انه يصير كليت مش نتزوج بها وجبدوا لي موضوع تسمع فيها. معاك يا سي كمال معاك على طول. باش نسبقوا يعني باش نربحوا الوقت. المهم اقتنعت بفكره اني نحول لتونس. ما سهلو كيفاش دقيقة بركة دقيقة خلينا نتفاعل معاك كيفاش نجم انسان يخدم صافي لونتون في بلاصة محددة عنده عروق عملهم عنده خدامة معمل شركة كيفاش تحول لتونس؟ قسما بالله إلى يومنا هذا لو على تفسير أي واحد عنده مشروع راهو مش يحول إلا ما يدرس جميع الجوانب سي با فاسيل يعمل دراسة منطق سي با فاسيل أقل حاجة يعملها هو يخرج للمنطقة ويعمل الدراسة نتاعو اقل حاجه لازم يشوف واش ثم واش ما ثماش البرودوي نتاعو يمشي ولا ما يمشيش لي فورنيسور موجودين ولا التجار اللي مش تعرف انت ما عادش تفكر بالعقل انت وليد تفكر بالعاطفه ثم عقل انا خسرت زوج حرفاء في الصفاقس من في الصفاقس من اعز الحرفاء نخدم بفلوسهم اصلا يعطوني فلوس مسبقه باش ننتج لهم هذاك الكول اللي كيفيته قلبك غلب عقلك عقلي تغير في الموضوع هذا عقلي ما عادش موجود حولت لتونس عندهم هي عندهم بنيه ناقصه هاو فين خدعه عندهم بنيه ناقصه يلزمها شويه رتوش قالت لي ننظف لك البنيه و و و قلت لها باهي تو نبعث لك فلوس ونظمها بعثت لها 1500 بعد تقريبا جينا نص الشهر قالت لي راهي اللوكال حاضره من رجله اجى في اي لحظه
القوه الموجوده فيا اني الكليون ما نخممش فيه راني، لاني نجم نصنع كليون في اي لحظه. انا ما نخدمش حتى تحت الشجره، الكليون نجيبه. المهم في ظرف وجيز لمت ماتريالي، صفيت البعض من وضعياتي لهنا وهزيت ماتريالي لتونس ومشيت. وقت اللي وصلت غاديك لدارهم الفجر ما لقيت حتى شيء من البنيه اللي تفهمنا فيها، ما صار فيها حتى شيء. بقيت جمعه ماتريالي نطيش وانا في المشاكل، جايبه 10 كعبات ياجور وثلاثة شكاية سنان وبرويتها رملة. وأنا بدي باش نقول لك المليون ونص شي نجم يعمل، هو ديجا مليون ونص ما يعمل حتى شيء في تنظيف لوكال. لا هي رتوش، لا هو رتوش وبرا مش حاجة كبيرة، مليون ونص كانوا يعملوا حاجة. رتوش وبرا مش شكل الحاجة الكبيرة. بون بقيت جمعة مطيش غاديك وثم مشاكل قاعدة تصير، وبعدين اقترحوا علي إني نخدم في دارهم، عندهم جزء في الدار نرجعوا أتولي. وقد صار صالة وبيت يتحلوا في بعضهم ويصير باب لبرا. صرفت على المرمى هاكي وحليت ودخلت للخدمة وقصدت ربي ومنتج ديريكت. عندها أخوها للأسف مطلق وعيش معهم، إنسان مشاكل يسكر ويزطل ومشاكل لا أراك له مكروه. كل ضربة ضربتين يجي بحذايا وكلام زايد ويجي سكران. قلت له ما نحبش حتى واحد يخلي المحلي سكران، هذه حاجة. اثنين أنا معايا بنيات وكليوناتي نساء وسمعتي قدام كل حساب. بدأت تصير المشاكل. بدا اخته وقت تروح من الخدمه تجي تعاوني. كيف صارت مشاكل نهار وصار ضرب ومضروب، بوها تدخل في الموضوع قال لي اش قولك نعمل لكم كونترا نتاع كاريه احسن وخير باش ما يصيرش ضغط. قلت له ما يصيرش، ما عندي حتى مشكله، انا ديجا كونترايز ما خاطر عندي باتينتا وعندي كيس وعندي قبابه وعندي برشا. هذا الكل يا سي كمال وانت خويا الغالي لتو ما طلقت وما زلت على بوابه طلاق. زلت ما طلقتش، القضيه في المحكمه، القضيه في المحكمه. القضية نتاع التعليق عملتوا كونترا تو موجودة في الحاكم، مشينا عم نعملوا في كونترا. الكونترا اش عملناها؟ هاي الخدعة، هذوما ناس يخدعوا بالقانون. كيفاش؟ يجيك انسان يتحيل عليك بالقانون. كيفاش؟ نعطيك لي دوني، نعطيك لي دوني كل كيف. الكونترا كي كتبناه كاريا نتاع الدار، كي كتبناه كاريا الشركة انا والبنية، انا والطفلة هذي. مانيش وحدي كاري، كاري احنا وياه. وانه مشروع نتاع خياطة. كتبنا الكونترا على حسن نية، خذاو كل حد ورقة، أنا ورقة، أبوها ورقة، وهي ورقة، مشينا على واحدة. ولكن استرسلت المشاكل. يا سي كمال بالله دقيقة بركة، تو أنت تبارك الله عليك ولد ولد سوق ومكش صغير معناها في الحكاية هذه. كيفاش ترضى أن هي تدخل معك 50-50 شطر بشطر؟ اشترك في الكراء على أساس أن كريم رانا، أنا نخدم ننتج وهي مش تبيع، ولكن البنية كارية، المشروع خاطي. اون برينسيب معناها المشروع خاكي ما عنده حتى دخل، احنا كارين البنيه شركه انا نخدم فيها ديجا هي تسكن فيها باش خوها ما يخرجهاش، لانهم هم بيناس المشاكل نتاع هي تقول داري وهو يقول داري وبوها مريض على ابواب موت، هذا حسب كلامهم هم. بوها كاعب صحيح، اما هم يقولوا هاو مش يموت هاو مش كذا، الانسان يقول على ابوه كي من هكا، انا بابا كانوا حي نعطيها عمري اصلا. وين الخدعه في هذا الكل؟ وين الخدعه؟ الخدعه في الكونتراكي تكتب ان كارين شركه. هاي. في الفتره هذيك ثم ثم جاء العيد الكبير، يجيني الراجل بحذايا غاديك ويقول لي والله عيد كبير وانا متعود ناخذ في علوش ب 500 و600، قالها برشا مرات لو مره والله لا جات لبالي. حكيت مع بنته قلت لها راه ابوك كل مره يعملت، قالت لي هيك بالعاني باش انت تسخن وتاخذ علوش. قلت لها انت على بالك عندي مصاريف ومازلت محول جديد والانتاج نتاعي مزيان. بقيت متحشم، كي قعدوا يعاودوا فيها وكبشوا عطيته 400، قلت لكم مشى شرى علوش، تصور الرزق نتاع الراجل هذا. مشى شرى علوش ب 400,000 كاري كهرباء ب 5,000، كي هبط غادي كي قال اعطيني 5,000 نتاع الكاري نتاع العلوش، راهي هي حتى هي على حسابك، لا علينا اعطيك. وبداوا يمصوا فيا هات 100 هات 50، اخوها يزط الضرب ضربتين جاي عامل لي كارثه وضرب ومضروب. ثم نهار انا قاعد في اللاتيلي نتاعي ونسمع في الحس وعياط واحد، خرجت لبرا ثم جامع وقهوه بحذانا نار في حظبه. وجاوا اولاد يجاروا وقالوا لي اسمع ما تخرجش لبرا راك تخرج تموت. قلت له سما؟ قلت له تخرج تموت ايش سما ايش صار؟ قالوا لي انت ما عجبلكش. قالوا لي راهو فلان ضرب اخته بموس وضرب خوه وقتل ومقتول ايش سما؟ قالوا لي ما نعرفوش، المهم راهي ثم عركه ورد بالك راك تخرج مش تموت. طيب المشكله موجوده نار في عياط وضرب ومضروب وواحد. بعت لي كلموا الحاكم ولا شنو، جاء الحاكم فضها وهزهم غاديك للمركز. وجيت هي قلت له ايش سما؟ قالت لي راهو في خويا راهو ضربني وضرب خوه وموس وحاكم. قلت له وين خوه؟ قالت لي راهو في المركز هم تو يسيبوها. المهم بعد اش طلعت الحكايه؟ طلعت اللي امها سيبت اشعه، هما حبوا يضغطوا نتاع فيلم عاملينه شيء اسف. وصلت معلومه لخوها اللي اخته حبله.
وهو واللي انا هو السبب، انا هو معناها كوني متكلم عليها وعلاقه ما بيناتنا والطفله حمله. قلت باهت كين صار الشيء هذا نحلم. نديت فيه قلت له سمعت وسمعت اسك صحيح ولا تكلم فيها وتضحك. قلت له كلمه كي هذه في بالي انت تموتي مش تضحك، معنا احنا عرب ولا دري مش نتاع الشيء هذا بصراحه. ومع احتراماتي لابناء البنات المدن الشيء هذا عار ما يصيرش. قلت لها تضحك وتقول لامي قالت انا حبله، كيفاش ام تقول على بنتها؟ بالعكس هي اول انسان ممكن يسترك، لكن صار طبعا انت منين حبله فهمني. قالت لي راهو قالوا منك خويا ما تعرفش روحك انت حبله مني ولا مغيري، انا يمكن نسيتك بنت الناس بهيش تو. قلت لي لا راهم عاملينها بالعاني وترى شنو يحبوا هكاك بصريح العباره. قلت لي بالعاني باش انت تعرس باش ما عرس انا ما طلقت تمام مش عرس لك. المهم وجاء اخوها سيبوا الحاكم رغم اللي شدوا بالموس وشدوا بضرب ومضروب وسيبوا. وقتها كان فما ضرب ومضروب بالحق ولا كانت تمثيليه في وسط الحكم؟ لا 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 فما ضرب ومضروب ضرب بالحق ومضروب. هي ضربها بالليد مش مضروب هي ما ضربتش بموس، اما اخوها الكبير تضرب بموس هكاك اخوها الكبير واللي حرصت منه الموس بالحرس نتاع المنطقه شد الموس. ستر الله مسبول عليك عايش لباس الامور ماشيه دخلت في دوامه كبيره بروحي حتى انا تدمرت تعرف تدمرت تدمرت لتو ما خلصتش ما نعرفش يعني لندر القدر مازال ما انتقمش مني لتو. لا لطف عليك احكي لك على ليه بالحق حكيتك شوقتني برشا. شنو صار بعد ما اتهموك نوعا ما اللي هي عندها صغير منك؟ المهم بدات المشاكل تكبر وخوها ولا ضرب ومضروب وجاوا في النهار قالوا لي شوف الحل الوحيد انك تكتب الزيق. قال لي يا ولدي تكتب الزيق؟ ممنوع بالقانون انت معرس مازلت ممنوع بالمباشر ياسر وتكتب الزيق. ثم مشكله موجوده انا وزوجتي زوجتي الاصليه معناها ام صغاري مضاميننا ملوطه في الملاحظات لا شيء ماهيش مش ديكلاري ولا ما عرفش شنو غلطه نتاع العدول ما سجلوش ولا ما عنديش حتى فكره. المهم مرتي ام صغاري اسامينا تخرج حتى في مضامين صارنا اصدقائنا موجود شهاده الزواج موجوده العقد موجود ولكن مضمون من لوط الملاحظات لا شيء. كيف كبشوا في الزيق هذه راهو ما يصيرش ثم لازم حكم تعقليق لازم كذا هذه بالمباشر. قالوا لي ما يهمك حتى في شيء احنا نتصرفوا. يعجبكش؟ نتصرفوا هاي وما كانش يوم راك والله مش تتدح لهنا وتتلوح بقى. انا في منطقه قريبه المجرده تتلوح في المجرده ولا من يراك. انا في الفتره هذيك نعمل كيما هكا ونمشي نكري محل اخر ونفسق هربت، لكن هربت قريب ليهم. ثقوا بيك. وما عادش عندي فلوس يحب لي على الاقل 4-5 ألف نتاع ترونسبور ويحب لي ثم ناس عندها خدم عندي لازمني نعطيها ما نجمش نروح للشخص جمله تفصيل كما صفي وضعيتي. حولت غادي وثم شكون تدخل؟ ثم ناس من العائله نتاعهم قالوا لهم تو كيفاش وكلام خرج وكذا والراجل كان يمشي سمعه العائله تتمس. قلت لهم صاحبكم راجل ولكن تمشوا باللوجيك. الموضوع هذا انا اعطيتكم الكلمه صحيح. ثم تلاقي لازم يصير خليها تفصل الامور وبعد راني لو عدتكم به تنفس. وفي نفس الوقت الطفله سهلوها صارت شي حاجه بيني وبينها ولا ثم طب ثم اطباء نشوفوا. المهم بقيت تقريبا يجي جمعتين كاري في محل اخر. ثم ليله عندي واحد صاحبي يخدم في اداره معينه عنده كرهبته كلمته قلت له راني فديت تهبلت اجي نخرج فماشي منتزه فماشي حاجه بلاصه باهي نعملوا فيها قهوه راني مخي يتحرق. جاني في الليل وخرجنا وسهرنا تعشينا قاعده نظيفه جيت باش نرتاح نفسيتي تعبت. كيف روح بيا في الليل نلقى المحل نتاعي محلول ونلقى اربع من الناس موجودين ثلاثه والله ما نعرفهم واحد خو المراه اللي هذه اللي خذيتها الثانيه. جيت باب محلول دخلت شعلت الضوء ما لقيت حتى شيء تقول مسيق مسيق بالماء مش حاجه اخرى. قلت له شنو فلان وين الماتريال؟ قال لي شوف كل ما لا من يكلمك لا من يجي على حالك من سكات ماتريالك راه في الحافظ وفي الصون رجعته لبلاصته وترجع تخدم في كنت قبل. صدقني انا ساعه اول حاجه انا ما نجمهمش ثلاثه ولا اربعه ما نجمهمش مانيش مانيش معاركي هذه حاجه. اثنين انا في منطقه وغريب لا خو لا خال لا عم لا ما عندي حتى حد كان ربي مستحيل ذات نفسه باش نجم نخرج اخوها مجرم معروف معروف غادي كده رجعت بحذاهم مشيت غاديك ونلقى الماتريال كيف ما هو محطوط في الماتريال تاعي لولا اللي هي مكريه بالكونترا قعد دخلت مكره اخاك لا بطل زيد انفسله. جات هي قالت لي والله شوف محلاها البلاصه وراك لهني بحذانا خير. قلت لها تخصصوا؟ قالت لي لا باه لا علينا. بقيت غاديك ونبات في لاتيليه نبات على ماكينتي.
قعدت تخدم غاديكا بعد جبدوا موضوع العرس زي لازمك تعرف يا ولدي راه ما يصيرش وما يصيرش. قالوا لي يهمك حتى في الشيء، قلت لهم حتى الفلوس والله ما تكسبني الليل، ما عنديش فلوس، فلوس الكل كيف الفتره هذيك واخذ كميه نتاع قماش كبيره عندك اليوم مش نخدمها له. قلت لهم فلوس الكل كيف محطوطها في القماشات حبينا على الاقل شهرين ثلاثه. قالوا لي ليه يهمك في فلوس يهمك حتى في شيء، تعمل كيما هكا وتمشي تاخذ قرض من عند لا تسميديش غير شعر به به مش مشكل تو تعدى من غير شعر به كم خذت قرض خذت قرض ب 1500 تركي فيش بالعرش عندهم شكون اصحابهم وتحركت الخيوط وعدول و و تصور انا كتبت عليها صديق وعرس في دار بوها ما شريتش حتى كعبه حلوه ما حضر حتى واحد من اهلي جاو العدول كتبنا صديق صححت سي مبروك عرس اقفوني ترى اقف اقف لحظه برك كيفاش كيفاش في مضمون الولاده كي تمد ما هو ثم الملاحظه يكتب لك تزوج كذا كذا ايش قلت لك انا قلت لك الملاحظه هذه قلت لك راهو في في مضمون الولاده بتاعي مش موجوده فارغه انا وزوجتي لولا زوز بليش مش موجوده الكولون الملوطه في الملاحظات في نكتب لك متزوج من فلانه بتاريخ كذا عن طريق العدول ترى شكون والا طلق بحكم بموجب حكم قضائي كذا وكذا هيك احنا مش موجود تعديت عرست المهم صديق راه تكتب ولكن الدخول ما صارش انا كيف روحت رحت للاتيلي نتاعي سكرتها روحي بقينا في المشاكل تقريبا سبع ايام جمعه بالضبط نتذكر في تاريخ خاطر نهارتها بوم نهار 11 ست ايام وبعض حاجه تقابل على سبع ايام بالضبط يجيني في خوها ويفشخوني بتريخ على اراك الله مكروه وضرب ومضروب وناس و و و ومشيت كريت في بيت اخرى مشيت ما نجمش نسلم في مشروع لازم نخرج باي طريقه كريت دار سكنت فيها بصفه وقتيه ورجعت للاتي ونخدم نرجع للاتي نخدم ونخمم كيفاش نخرج ولا سيبوها اش يعمل لي هذه المنطقه كانت تعرف من الصباح من السبعه نتاع الصباح حط كرسي قدام الباب نتاع الاتي نتاعي يقف ما يسيبنيش 24 ساعه هو حبس نقعد ساعه 10 20 فصلة لي هو موجود قدام البيت حتى كي نخرج نجيب قهوه موجود ثم نهار عندي هبطه لتونس عندي قضيه مش نجيب فيها ذاك اليوم وذاك اليوم مش يجي هبطت قضيت قضيتي ثم رونديفو مع حريف مش يجي خليت الوقت ليه محلوله عاديه لانه هو ديما موجود غاديك عباره على حساس يختم عساس بالحق وقداش مره انا نصوره ونبعث لها تصور وقلنا شوف بوك ايش قاعد يعمل لي راه موجود في البيت ما تسيرش دخلت وفي الليل انا نظفت هالاتيلي ونظفت البير وركحت برشا حاجات عندي زياره عندي زيفين دخلت نلقاه قاعد في ديرويه ولابس بش بون على الغالب هذيك الامكانيات وكذا المهم حاجه مش محترمه مش في بلد غادي مش جنيت عندي سونديكادر الجايين ما تسيرش الناس من الوزاره بالاخر جايين ثم عقد مش يصير ما بيناتنا عندي مرشيه كبيره معاه. دخلت بعدي قلت لها كلمتها بالتليفون قلت لها انا البارح ليل كامل الصباح وانا من حتى الحيوط سيقتهم عندي زيفين ولك اليوم لازم نشوف منظر حلو لان بكره وشاد بيرويه وقاعد تصور لك اليوم يدخل تو مش نقول له بلا وجه مش نقابله راه ما يصيرش. اش قالت لك؟ صارت على هذه صارت قالت له عاد شبيه وكيبوك يا بنتي راهي ثم ناس كذا جاي يديكم ربي وثم نقاش وحديث مش يصير ما يكونش بوك بحذايا ما راهو ما تصيرش صارت عليها مشكله مية مشكله وكلمت بوها باش يخرج من غاديكا انا ساعتها كلم عملت تليفون للزيار نتاعي واعتذرت قلت لهم اجلوا وعندي بروبليم زي لان مش تحرق لي الحكايه يا سي كامل طب خلينا نتفاعلوا شويه معاك فما نقطه انا مانيش فاهمها تفضل باهي شو اللي يصبرك؟ توا صديق وكتبتوا عليها راهو انه مش قانوني راهو يعتبر خاطر صديق رقم اثنين ماهوش قانوني في قالب غلطه يتسمى اما انت شنو صبرك وقعدك غاد؟ انت في بلاصه وهي في بلاصه احنا جي فرد دار لكن ما بيناتنا سيباراسيون انا نسكن في لاتولي هي تسكن في دارهم مع ابوها وامها وعندها بيتها وحدها لكن ايش هالعيشه سامحني في الكلمه عليه انا وحلت عندي ماتريال لازم ينهزوا الماتريال نتاع البنكة مش نتاعي ما عملتش مال زي مع البنكة ندخل حبس ديريكت الماتريال مش نتاعي نتاع البنكة يلزموا يتهزوا الماتريال البنكة المهم وانت تهزوا منا يهبطوا لك البانديه يقول لك ما تهزوش يس جيبوها في البيت اصلا بوها في البيت بوها 14 ما يسيبنيش اصلا المهم ايش عملت؟ تقريبا ما دامتش حتى جمعه وفاقوا اللي انا قاعد نخطط كيفاش نلقى فرصه ونهرب
جوني ليله في الليل وعطوها لي تريحه نبشت البور، ساعتها ولا يلعب على المكشوف طلبوا فلوس ما وصلوش الحل لاني انا الخدمه حبست، وليت حتى تجي كليون نقول له ما راني مانيش فاضي ولا عندي خدمه ما نجمش. موضوع المداخيل ولات زيرو على المؤسسه نتاعي، ما عادش حتى فرنك وفاقوا بها اللي هي بسعر فاعل معناها مقصوده. ما عادش تخدم وليد؟ ما انا ما عادش نخدم، ما عادش نحب ندخل فلوس، ما عادش حاجتي. الكليون اللي يجي يقول والله مانيش فاضي وعندي ما نعمل وكذا ونعتذر. هما عمل ما تساعدهمش الحاجه هذيك، حبوا المشروع يخدم عليهم لانهم ديما يبتزوا ديما هي ديما هي. بعدين جبدوا لي موضوع هددوني قالوا لي معناها انت توكي تباصي في اي لحظه انت متزوج على غير الصيغه القانونيه ويفهموا في القانون بالباهي يحكوا لك بالقانون. قلت لهم نعرف كي ندخل حبس ندخل الناس الكل كان عندي حتى مشكله. زيد نمشي انا تمشي هي معايا هي على بالها ومصره على هذا. المهم ليله من الليلات مغرب مش حتى ليله جاني خوها سكران ميت وعمل لي مشكله وبعث لي كليتها تريح انا بشت القبور واضطرت وخرجت من اللاتيلي نتاعي دمي شرتله لطف جب بالحق جاب ربي فوق فوق جيبي في جيبي تقريبا عندي يحكي 80000 فوق مني عندي شكون من الفامي غاديك بعيد عليا شويه خذيت تاكسي وروحت له للدار غسلت وبدلت قال لي شبيه قلت له راهي كارثه راهو يسير ويسير ويسير وحكيت له الحكايه كلها قال لي شوف ما تستعملش القوه قلت له انا قوه واحد في بلاد غريبه انسى موضوع القوه لا اله الا الله محمد رسول الله. كلمتها بالتليفون حكينا بعدين قالت لي باهي اجا ونصفي الوضعية. فرحت ركبت في تاكسي ركبت في الكار وهبط لهم هم من بلاصه لبلاصه مش خليت اول مره نقل جميعا بعدين بدلت في الكار انا في الكار وجاني تليفون من 71 هزيت عسلام يسلمك قال لي انا حرصت كذا يا مرحبا تفضل خذ قال لي لازمك تجينا للمكان الفلاني الله يبارك. وصلت للمحطة خذيت تاكسي سألت على المركز فين مشيت للحرس قال لي راهو نسيبك شاكي بيك عندك الكلام مش خلاص. قلت له معقول الراجل راهو كان يوصل يتحاسبوا راهو مسير انا موصل له وموصل له وموصل له. قال لي يا اخوي راهو شاكي بيك واحد قلت له يا اخي بالنسبة حتى في الكلام المفروض ما يشكيش الحرس ثم إدارات أخرى يشكي لها. قداش عندك أنت غاد وقتها حسبة لمدت يظهر لي. لي عندي شهر وبعض حاجه شهر وبعض كنت حاجة. تخلص كراه انت سي كمال وقتها للامانه ما دفعتش فلوس كراه لكن لانه ما كانوا يسلوا فيهم من بلاصه اخرى معناتها مره واحد مليون ونص مره واحد هات 40 تاع اللوش مره واحد هات 50 هات 20 هات كذا تمام هذاك هو التكتيك الصحيح معناتها هو حب يلعبها كارت به الحرس نهارتها بريسك كي قلت له قال لي خلص قلت له راني مانيش مخلص المفروض هو ما يشكيش لكم انتم ثم حاجات اخرى يشكي لها. ثم عاون حاسها كلست الزيز الله يهديه. ما عرفتش كيفاش هي تات بطاقه تعريف. خذا بطاقه تعريف من سوء حظي تظهر اللي مرتي شاكي بيا على النفقه مع البريش طلعت رشرشي. اي قال لي هاك سلكتها راك رشرشيه. قلت له ثم حتى مشكل المهم توقفت. بارك الله فيهم هما كاعوان ولا ثم ناس اخرى كلمنا انهم يهبطوني في الساق في اسرع ما يكون من رغم اللي نهارتها نهار السبت وبارك الله فيهم بالحق صدقني نتمنى نذكر الناس اللي حتى مش بالاسماء نذكرهم يعطيهم الصحه تحيه ليهم تحيه ليهم بالحق تحيه ليهم ما قصروش في صحولوني للمنطقه المنطقه الكذا هزوك لصفاقس قعدت موقوف في صفاقس هبطوني للصفاق توقفت ليله في تونس والكم غدوه رغم اللي هي احب هبطت للصفاقس هبطت للصفاقس هذيك تحلت المشكله نهار الاثنين قابلت وقت الجمهوريه نهار السبت ثم حاجات صارت رجعنا المركز وبعدين عاودت رجعت وقت الجمهوريه والموضوع تحل به ولكن هما ساعات خدموا خدمتهم فرصه خذاوها من ذهب لمد الماتريال وقلب البر كل وين الماتريال وقتها؟ بقى في تونس غادي اش عملوا له الماتريال؟ لمدوه ونكروا فيه في الاول نكروا فيه مع الناس كلمتها حكيت احنا وياها وهي ويلك لاباس عم تروح قلت لها سافا راهي مشكله بسيطه وحلت موضوع نتاع نفقه والنفقه خالصه وهي بالحق مخلص نفقه ما مش الكل ومرتي تنازلت معناها مرتي ام صغاري تنازلت لي جات هذيك المركز وقالت لها راهي غلط صارت في غلطه وكذا لا علينا وين الماتريال؟ الماتريال في تونس قالت لي ما ترجع كان تحل مشكلتك مع بابا. انا نكلم بابا ويعلق عليه في التليفون. خلصوا شويه سي كمال خاطر الوقت زربنا شويه. الماتريال تهز على حسب فهمتوا تصرفوا فيه بيعوه.
لا لا ما آه. ما تهزش تهز من دارهم حولوه لموه في بلاصه والسلام عليكم ما يعرف ما حتى حد ما بقاش من هكاك ويعمل من هكا ويدخل بيا في قضايا نتاع بالخروج ان لم تدفع ولا شنية. المهم عملوا قضايا استعجاليه ويشكي ونكلمهم بالتليفون ما عادش يهزوا عليا. انا بصراحه خفت مش نمشي لهم غادي كي مش نعاودوا يضربوني وصبرش مش يصير قعدت متذبذب ومشيت لتونس كثر خير الحباب ثم ناس هزتني بعدين اصحابي سمعوا وفروا لي خدمه وفروا لي سكنه قعدت نخدم ومخي محروق ونكلم فيهم نحل في المشكله شيء ما حبتش مره يقولوا لي اعطيني مليون مره اعطيني جزء مليون مره اعطيني 500 مره كذا وهما يربحوا في الوقت باش الاحكام تصدر. صدرت احكام غيابيه وبعناوين غالطه كيفاش؟ تصور حاطين عنوان مش عنواني البريسيت يضغط على العنوان الرسمي هم يضغطوا العناوين اخرين مش نتاعي باش ما يوصلك حتى شيء ما يوصلني شيء القضاء ماهوش غلط القضاء احكم ضدي ماهوش غلط انا بتاكد من النقطه هذه باش حكم القضاء سي كمال عليك القضاء لو مره حكم بالخروج الا لم يدفع معناها يا السيد هذا يا يخلص يا يخرج الحكم هذا خلاوه بعدين هما عملوا عقله ولا حبس ماتريال حاجه كيما هكا اصدر نفس الشيء ديما الاحكام لصالحهم يعني سامحني هزين الماتريال كي هزوه تو بين ظفرين عباره كالقانوني هكا بالقانون القانون هزوه ورسم مرفوع الماتريال رسم مرفوع في اخر لحظه صدفه في تونس نحكي انا وشكون قال لي راني شفت اوراق في مكان معين فيها مذكور كونك عندك ماتريال تعقل مش تبيع قلت له عندي مشكله في ماتريال سكنهولي لكن مش تحل المشكله قال لي لا ثم احكام الساعه تصرفت ومشيت لعبد المناف اللي قالوا لي عليه الراجل اللي تعامل معايا كوني انسان متحيل كوني انسان كذا بيش قلت له يا ودي حتى من هاي كي تراني تقول هذا انسان خطير واش نتاع الشيء هذا قال لي رايح كام مش بيك ما جيتش تحبش نحل المشكله يا حبيبي هات نحلوها قال لي عندك كلام مش خالص يا اخي ما ثم حتى مشكله حتى خلصو. هو خالص انا نقوله مش خالص احنا الحكايه كل كي كاري ب 100000 عنده شهر ولا شهرين 200000 مش مشكل قال لي 200 نتاعك انت مسال في 4 ملايين واش كيفاش؟ قطع المصاريف ورجعوني كاري 8 شهور 8 شهور مش خالص ما دامك ماكش تاخذ في تواصل يقول لك حتى ما خلصني حتى فرنك في الغلطه اللي غلطتها انت هذيك شتوات انا خرجت بخفاي حنين انا خرجت لابس في لابس دبشي فوق مني قداش يسوى ماتريالك يا سي كمال الماتريال تحكي عليه هذه قداش يسوى تقريبا ما يقارب يسوى ما يقارب ال 10 ملايين وعندي ما يقارب اقل شيء 25 ولا اكثر سلعه ما بين قماش وسلعه 25 مليون براحه 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 زاد سلعه يعني 25 و10 35 ثم تقريبا مش كان هذا ثم بطر الماتريال ثم فريجيدير مليون 200 ثم فورزه موبيلات فورزه بمليون و500 ثم طاوله تعمل حكايه 250000 وين تعيش سي كمال انت تو خلينا نقدموا شويه ما عادش برشا وقت انا في وين تعيش سيدي تو انا في ولايه صفاقس انت تو في صفاقس تعيش انا في صفاقس اي حكيت مشكلتك لمرتك لاولادك صبرت صبرت وكنت خايف من مرتي كي تسمع مش تشكي نكمل نتورط يعني كنت نجري على قضايا وبعدين لا ما تشكيش مرتك وصلت للتوب ليلة عم كلمتها قلت لها انا حاجت بالسؤال كل كي مش نكلمكم ثم موضوع لازم تسمعوا الناس كل كي احنا صغاري مثقفين واعيين ومتربين بالباهي بالباهي يضرب بهم المثل كان نقول باسم الحقيقي تو يعرفوا صغار ومن اعز ما ثم بكل تواضع ممكن اكبر مكسب انا ربحته كيف انسابي كيف صغاري من اعز ربي يعيشهم لك قلت لمرتك ومرتك ما شكتش بيك لمتهم العائله وقلت لها مش ممكن تكتب التليفون وحل اوبر لور باش الناس الكل تسمع قلت لهم تسمعوا مني احسن من تسمعوا واحد انا بكري كنت مكتم على الموضوع ما خليتوش يخرج خليته في صدري الداخل وقاعد نجري باش نحله حلت بون كلمت معاه بالتليفون قلت لهم راني صارت لي مشكله كذا وكذا 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 وراني حاليا متزوج ولكن راني في ورطه هاكم سمعتوا مني احسن من تسمعوا من واحد اخر شنو قالوا لك؟ صغاري ما كلمونيش من بيناتنا قدر برشا وكبير ويحترموني وحده لكن مرتي نسمع فيها تبكي وكذا حاولت باش نصبرها وما شكيتش بيك مرتك؟ ما شكيتش بيا على خاطرها بنت اصل بالحق لا لا مرا بالحق لا لا مرا بالحق لكن مشيت عملت قضيه في الطلاق للضرر ما حبيتش نحضر خليتها تشكي قلت لها انا ما بدي ما نطلقش ولكن حقق ما نجمش نجي ضده ولكن مانيش حاضر في الجلسات والحاكم مش يحكم لك باللي يحكم انا قابل. القديم ما حضرتش انا نتصور توا اللي هو الاختلاق صار وتو نجري على ماتريال تو نجري على القضايا اللي مغرقين بها اخر مره عمي ولد بالضبط تعرف عمي لي تستدرجني تقول لي باهي يجي وخلينا نحلوا مشكلتنا. ما حاشا كلمه بها صافيه
مشيت لها تقابلنا قالت لي باهي نمشيو لدارنا ونتفاهموا المشكل يتحل، يا اما نكملوا نعرسوا والا اي وفتك بالحديث زاد عندك قضيه نفقه راني نحكي لك عليها. المهم خلينا نمشي في الاستدراج هذايا خاطر ما عادش برشا وقت سي كمال. استدرجتك وانت مشيت في الخط قلت لها للمنطقه انا محروق على الماتريال محروق عليه وليت بطال بالحق بطال انا دايرين ما نخدم في المرمى ونخدم في المرمى ولو انها خدمه شرف. لا لا معناتها خدمه شرف معاه كما الواحد وين كان وين ولا من مدير شركه ولا كنت عارف اي كنت عارف كنت كذا اصبحت ما نعرفش كيفاش وصلت باكو الدخان ناخذ منك ومن غير صغاري ما نوصلش باش ناخذ منهم حاجه بالموت عندي. المهم مشيت غاديك تقابلنا احنا وياها لقيتها هي وامها ولدها حكينا هكا شويه وحسيت هكا سافا مريقله اما قول يا انسان انت غدرتك بكري مش تعاود تغدرك مره اخرى. ركبنا في تاكسي وهبطنا قدام دارهم وخلصت التاكسي ودخلنا لدارهم طلع بيش انا دوب ما دخلت من البيت وهما يمزيك المولى لكنها فيش بالتراح انا بس يقبوك كان ما ثم الجيران كان ما ثم الجيران يضربوني بصندريه على وجهي حلهولي خشمي متكسر سنتي طاحت تريح على باش القبور ثم واحد من الجيران خاف عليا ما نجمش حز ما نجمش يفتني منهم كلم الحرس ما قصرش الحرس نتاع المنطقه جا غاديكا وهزوني انا المركز في حاله النزاعات شكيته بطبيعه الحال شكيته بعد تتقلب الحكايه كنت انا طالب وليت مطلوب. المهم لا اله الا محمد رسول الله الحرس قال لي ما تحبش نفضوا المشكله قلت له فض اما ماتريالي نهزوا انا راهم استدرجوني جابوني ثم دي كاميرات سيرفيونس تصورتها اللي هي نكر قالت لا راهو جاي هد علينا لدارنا قلت له الكارثه قلت راهو جاي هد علينا لدارنا قلت له رغم الفرضيه هذه ما تكلمش لانه الكونترا نتاع نتاع الكونترا مازال موجود الدار انا كانت توصل هي تقول هدوا علينا هد علينا ولا شنو كان مولى الدار هما شو ندخلهم ليه هذه حاجه اثنين راهي هي استدرجتني راهي جيت غاديكا تقري وراهو التليفون هي كيفاش كلمتني وتقابلنا على اساس باش تحل المشكله وانتم على بالكم بالمشكل. بحقنا غاديكا لكم غدوه قابلت حاكم تحقيق حاجه من هكا وتعديت قضيه في المحكمه والله اعلم لاني ما عنديش حتى باش نقاوم القضاء بالحق. انت توا كيفاش تعيش؟ منين تخدم؟ اش تعمل في الدنيا؟ اش تخدم؟ توا خلينا نضربوا شويه معاش وقت. انا حاليا نعيش كما نقولها لك في مهب الرياح، عندي صغاري ما يقارب 4 سنين ما شفتهمش، احفادي ما نعرفهمش، شفتهم مره ولا اثنين. طليقتي ولا مرتي الاصليه نحكي معها بالتليفون على السلامه وكذا لكن ما عندها شيء ما تعمل ومتاسفه على الوضع. ماتريالي محجوز اكيد الباكر يشكيت بيا. انا مرات نخدم ومرات قاعد وحتى الشركه تطلبني في الخدمه نشرت عليها السكن. انا حاليا جيت قعدت بحذا ولد خويا مؤقتا وكل مره في بلاصه وقاعد نجري على المشاكل هذه ما نجمش نحلها. يتكلم محامي يقول لك يا خويا في اقل اجره نتاع محامي ولا مش احضر بحث يقول لك 500,000 انا نقسم لك بالله نتحكم في 100,000. شنو علمك الدرس؟ شنو تعلمت بالدرس اللي اللي عشته واحد ما عادش انا فهمكم في العمر هذا يقول لك نزيد نتعلم صحيح الحياه هي مدرسه وتعلمك. انك تكون حذر في كل شيء انك تركز انك تحسبها يمين ويسارة انه يدخلك الشك راهو عادي يلزمك تشك حتى في صباعك. بالحق حالات تتاسس توصل الناس السيدة هذه تحكي لي وقت اللي تعرفت علي كوني حافظة 60 حزب وكلنا ونختم القرآن في كل أسبوع وإني نعمل قيام الليل و و و و وبعد كل يطلع كله كذب كذب تتصدم تبهت في عجب ربي. راجل يقول لك راك انت ولدي وانت كذا وبعد يظهر مرتك في قضايا وفي مشاكل ومستقبل بالحق انا مستقبلي تحطم قاعد نقاوم ما نعرفش انا بالحق 60 قضيه صعيبه تعرفش عملوا لي نهارتها ضربوني وفكوا لي تليفوني وبعثوا ميساجات للتليفون فيها سبين وكلام خايب وكذا وعملت قضيه اللي انا وقبلها عملت قضيه في النفقه قسما بالله اهم حاجه نحب نقولها للتوانسه الكل كيف في ساعه بركه 5 دقائق في جينا وكملوا وين برشا ناس برشا ناس تقول ما عندناش قضاء وما عندناش قسما بالله عندنا قضاة من اشرف القضاة. القاضي حكم ضدي بون انا مانيش حاضر حكم ضدي كي قريت التلخيص نتاعو على اساس شنو حكم ما شفتوش السيد هذا نتمنى نراه قاضي ذكي بشكل ما تصورش في العقل. التلخيص نتاعو يبين اللي هو فايق اللي ثم حاجه ولكن ما عندوش ادله.
احكم ضدي ب 250 دينار في الشهر وانا ما نتحكمش حتى في 100 دينار، وانا قاضي هذا نسامحه دنيا ودينه، وصدقني نتمنى نقابله ونقول له سي برافو على التلخيص اللي عملته، نتاع انسان ذكي محنك بشكل القانون حاجه والادله حاجه، تعرف انت هذايا ما عنديش ادله، انا متاكد السيد هذا حكم ضدي ما عندوش حتى دليل، ولكن انا بعدين كلمت خفت منها النفقه لانهم هم يحبوا يورطوني في الحبس، اعطيتها المحامي باش يفتيني، فقلت له يا اخي انت مدلها من المضامين اللي انا متزوج. سي كمال شو ناوي تعمل توا؟ خلينا نقدم شويه، انت توا شو ناوي تعمل؟ ما عندي حتى شيء. ترقد في الليل؟ ما عندي حتى شيء. كنشوف حالتي تتكسف بالحق، وما نحبش نشكي، هي الشكوى الى الله. نتكيف برشا، نشرب قهوه برشا، مخي ديما سارح، مهدد في كل لحظه. برشا ناس خسرتني، ما نقولش حاجه، حتى ما نقولش انا. عندك محامي زي كمال؟ عندك محامي؟ باش نخلص المحامي، باش نخلص، ما نجمش نخلص، ما عنديش بالحق، ما نجمش نخلص، ومهدد، ورغم اللي راهو شوف القضايا هذه كل كي تتلم، هم عاملين لي سبعة ولا ثمانية قضايا، هي قضية واحدة، وإنه وكيل جمهورية ولا أي رئيس محكمة يحول الموضوع لحاكم تحقيق، أنا متأكد، لأنه هاي مشكلتي فين موجودة؟ إنه للأسف الشديد إحنا وديجا تكلمنا في برشا مناسبات في حاجات، الضابطة العدلية اللي كلفوا فيها ومع احترامات لكافة الأعوان، مرات يحكي في الموضوع هو مش فاهمه. يا اخي خلي حاكم تحقيقي يحقق في قضايا، لانهم ناس متخصصين، ناس متخرجين، ناس قارين، عندهم مستواهم العلمي ومستوى الدراسي وعندهم تجربتهم، انا نتمنى مشاكل الكل كي تتحقق قدام حاكم التحقيق، فيفرقها كان ظالم ولا مظلوم، لان ناس بالقانون شفت هو انسانيا انا متعاطف معك، واللي يسمعك يتعاطف معك، اما قاضي التحقيق يا سي كمال راهو يغزر الادله. انت كي يقول لك ما خلصش الكرامة ما يغزلكش اللي انت قاعد تحت حيط حكيت انت وياه انا انت طردتني من محل كيفاش نخلصك، انت ضربتني كيفاش نخلصك، انت تحيلت عليا كيفاش نخلصك، انت فما تكتيك كان موجود باش على ورقه تبين انت الغلط، انت الظالم مش المظلوم، وربح الوقت وربح الوقت وربح الوقت وانت ما كنتش تفيق بهذا الكل. وقت اللي دخلوني في متاهات مع في الشكايات ما عادش نجم نقاوم لانهم يعرفوا اللي انا ما عنديش مداخيل بالحق، ما عنديش مداخيل باش نصرفها. انا تمنيت ناخذك اكثر وقت، تعرف اطول مكالمه خلينا نقول بصراحه اكثر مكالمه مالي بدا البرنامج قعدت معها ساعه، قعدت معك ساعه. ان شاء الله يكونوا المستمعين استفادوا بالحق، نتمنى انهم يكونوا مستفيدين. يا اخي كيما استخدمت بشر ادرسوا من الجوانب الكل، هيك الدرس المدة. اللي انا حبيت اليوم نخرجوا به في طول المده ما دخلتنيش نهار وتحكم علي تقول هذا باهي، طول المدة تعرف عيوبي، تعرف الحاجات الخايبة، أما راكي تحكم عليا في شهر وشهرين ما تنجمش تعرفني، خلطني، أنا ننصح أي واحد وخاصة في الزيجات هذه، خالط البشر بالباهي لأنه النجم نعمل لك ماسك نهار واثنين وعشرة ولكن ما نجمش نطول، كم يقولوا فيها حشاك حبل الكذب قصير، نجم يكذب عليك نهار واثنين ثلاثة، طول المدة تعرف. يا سي كمال نشكرك برشا، نقعد بتواصل بعد البرنامج انا وياك، نقعد بتواصل ان شاء الله نسمع لك الاخبار الطيبه. وتحياتي لكم وللمستمعين الكل، يعيش. شكرا لك سي كمال، ميرسي، شكرا لك. اطول مكالمه بالحق، اطول مكالمه ساعه غير درجين تقريبا، احنا موجودين معاه في الديريكت، نموذج من انسان يقول لك غلط اعترفت قال لي في الاوفا، قال حتى في الديريكت قال لك اعترفت بالغباء نتاعي، غلط اللي غلط وانا ما نحبش التوانسه يغلطوا، ما تستعجلوش لما تاخذوا موقف، لما تاخذوا قرار، لما تحكموا على ناس.